لا تزال الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي تحارب من أجل تكريس حقها بمنح جنسيتها لأولادها وزوجها، وبالرغم من اقتراحات قوانين عديدة في السنوات الأخيرة، كان أبرزها اقتراح اللقاء الديمقراطي بمبادرة من الاتحاد النسائي التقدمي، أغفل البيان الوزاري للحكومة الجديدة هذه المسألة. نجم نتفاجأ بأول شيء مسودة البيان الوزاري اللي هي كانت طلعت أرحم من النسخة النهائية. المسودة كان فيها شوية تفاصيل، كان في مدة زمنية، يعني كان عم يحكوا من سنة خلال سنة حيعملوا على أنه بالرغم انتقادنا لهم الموافقة مبدئية على حق النساء. هيدا كمان ببين قدي هيدا الحكومة قبل ما نروح نشوفها وقبل ما نعمل ضغط لمعرفة موقفهم من هيدا القانون، بنقرأ قديهن متبنيين أفكار سياسية مسبقة. شؤون المرأة اللي هي أكثر 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 تمييزا وأجحافا في القوانين اللبنانية بنعطيها سطرين ونص، عن أي إصلاح عم نحكي؟ وتطرقت شبه إلى اقتراح اللقاء الديمقراطي الذي قدمه النائب هادي أبو الحسن في آب 2018، مشيرة إلى وجوب إقراره. وهو قانون يتبنى موقف ومقترح قانون حمل الجنسية حق لي ولأسرتي، مع إضافة عليه يعني تحديث عليه بموضوعين أساسيين اللي هي مكتومي القيد، تصليح أوضاع مكتومي القيد واستعادة الجنسية، لأن القانون الكارثي اللي وضعه بيسيل اللي هو كان فقط استعادة الجنسية عبر الرجل أو الجد دون النساء أو الجدة. فكمان النائب هادي أبو الحسن لاحظ بهذا مقترح التمييز بهيدا القانون استعادة الجنسية، فأعطى الحق كمان أن تكون استعادة الجنسية عبر النساء أيضا في بلاد الاغتراب. فما في إلا النائب هادي أبو الحسن الوحيد اللي سأل وسائل الحكومة أنه لما سقط مشروع قانون المقترح قانون الجنسية الموجود في مجلس النواب من الذكر في البيان الوزاري. ولفتت شبه إلى الدور الكبير التي تقوم به بعض الاتحادات حيال ملف حق المرأة اللبنانية بمنح جنسياتها لأسرتها، بالأخص الاتحاد النسائي التقدمي الطليعي والفاعل والناشط في النضال لحقوق المرأة وفق رأيها. وفي معلومات للأنباء، يتخوف الاتحاد النسائي من احتمال إقرار مشروع قانون قدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لكونه كارثيا، إذ يبقي على التمييز بين أم وأخرى ويخلق تمييزا بين الأولاد، يسمح بإعطاء الجنسية للقاصر فقط ويضع شرط تقديم الطلبات لغير القاصرين للنظر بها. فهل سيتم إقرار قانون جنسي عادل يعطي المرأة اللبنانية أبسط حقوقها، أو سيرقد هذا الملف تحت حسابات فئوية وطائفية تعيق مناقشته؟